مشاهدي ومتابعي قناة شفت اليوم، مرحبا بكم في الحفل. أنا مباشر بالضبط مدينة الدار البيضاء، كنتواجدو في شوارع العاصمة الاقتصادية. غادي تشوفو معنا الأجواء اللي كتمر فيها هاد الليلة هادي وأشنو واقع في هاد الشوارع. إذا مرحبا بكم، مرحبا على جميع متابعينا الكرام، شكرا على التتبع ديالكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن كنتواجدو في شارع لالا الياقوت، يعني بعض السيارات الله يهديهم ما كيحترموش علامات المرور او قانون السير عامه، يعني كيحرقوا الضوء في الليل، يعني الله يهديهم. هذا الشيء هو اللي كيسبب بزاف ديال الحوادث السير. مازال الضوء احمر، الان الضوء وشعل خضر. شاركونا المدن ملي كتفرجوا في البث. ما كنت طلعتوا معنا ساحة الأمم المتحدة هاي أمامي يعني. الامام ديالنا باب مراكش يعني كما كتلاحظوا معنا تواجد الامن في كل شوارع المدينه من اجل تامين المواطنين يعني كما كتلاحظوا معنا. شكرا على المجهودات الجباره اللي يقوموا بها رجال الامن ليل نهار. المشاهدين الكرام كنتم معنا في هذه الجولة الليلية في شوارع العاصمة الاقتصادية كازا بالليل. شوفوا معنا الأجواء كيفاش كتمر. إذا المشاهدين الكرام غادي نتبعوكم على أمل أن نتلاقاوكم في بث مباشر آخر إن شاء الله. إلى اللقاء.